انه عارف انه خطا واحد غتقدر تطيح في اجراء اداري، راه تحتي في اجراء اداري وكان رقم كبير، فبطبيعه الحال انت اللي غتجيبه في راسك. شوف، قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا كنشكر بزاف بزاف دوك الناس اللي كيتفاعلوا معايا وكيديروا لي لايك، كنتفاعل حتى مع الناس اللي كيديروا لي ديسلايك، تما شكرا بزاف لانكم هكا كتبينوا لي انني بحال اللي خاصني نزيد نخدم اكثر ونزيد نحط محتوى اكثر. شكرا بزاف بزاف لكم مره اخرى، بزاف الحب لكم كاملين، وما تنساوش ديروا لايك دابا هكاك برك عليها. نشوف هكاك، برافو عليك، بركتي لايك. دابا عاد غادي نبداو الفيديو ان شاء الله، فيديو غيكون غني ان شاء الله، فيه بزاف المعلومات. واش الحباب، السلام عليكم. مزيان، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هاد المره هادي غنحاول ما امكن، ما غاديش ندير فيديو برا، غادي نحاول ما امكن نجلس في الدار باش هكا تكونسونطراو معايا، فهموني شنو كنقول، باش حتى هكا كلشي ان شاء الله غادي يستافد. هاد الفيديو هذا كيف كتشوفوا في العنوان، بزاف ديال الناس بداو كيسولوني كيقولوا لي شنو الخطوات اللي كنديروا من بعد ما كنكتشفوا رساله الفوز. وكيف كنت شرحت في الفيديو السابق ديال الخطوات ديال الدي اس وكيفاش كنا كنعمرهم وشنو الحوايج اللي خاصك تفاداهم وشنو الحوايج اللي خاصك ديرهم في بالك باش ما تطيحش في المشكل اللي طاحوا فيه الناس بزاف في الاعوام ديال 2019 وديال 2020. بزاف ديال الحوايج تبدلوا في الدي في 2021، وكاينين شي حوايج اللي تضافوا عليهم، وكاينين شي حوايج اللي ما بقاوش كيف كانوا من زمان. من اهم الحوايج في هذا البروسيس ديال القرعه الامريكيه وهو البكالوريا. طبعا بزاف ديال الناس كيبقاو يراسلوني كيبقى يقولوا لي ما عندناش البكالوريا، الا ما كانش عندك البكالوريا فانت هكا غير غتضيع فلوس وغتضيع حتى وقتك، ولكن هذا ماشي مستحيل. كاين واحد الشرط اخر اللي هو كيطلبوا دائما واحد العامين ديال الاكسبيريونس في واحد المجال اللي هما كيطلبوه في السيت ديالهم قانونيا، وهاد العامين خاصها تكون في اخر هاد الخمس سنين هذه اللي دازت. بطبيعه الحال ما غاديش ننصح الناس في هذا الشرط الثاني، لان الاغلبيه ما بقاوش كيمشيو على هذا الشرط الثاني، والاغلبيه ما بقاوش كيخليهم يدخلوا حتى القنصليه اللي ما وراهمش البكالوريا. فاش كتدفع القرعه كيخرجوا النتائج، فانت ما كتبداش البروسيس تما وما كدوش المقابله تما، فكيدوزوا اشهر وكيدوزوا عمليات بروسيس بزاف د الحوايج باش انت يلاه كتوصل للمقابله. وبزاف د الناس كانوا يدفعوا للقرعه وكان جات فيهم القرعه ومن بعد دوزوا البكالوريا الحره، حقاش انت اللي كتحكم في الدي اس وانت اللي كتحكم في الاجراء ديال المقابله ديالك، فلربما تقدر تسنى حتى كدوز البكالوريا حره وتما تقدر تعمر الدي اس اللي ما غاديش تاخذ منك ساعتين ونص بطبيعه الحال، ولا عطيها ثلاثه سوايع، ومن بعدها كتصيفط، ومن بعدها كيجيوك البروسيس ديال الكونفيرميشن، موراها كيدوز المقابله. فمن بعد البكالوريا ومن بعد ما كتعمر الدي اس وكتصيفطهم، كيجي الخطوه الاهم اللي هي دار عليها الفيديو هذا واللي بزاف الناس باغيين يعرفوها، اللي هما الاجراءات والوثائق وحتى المصاريف ديالهم وشحال كيسوا. من بعد ما كنصيفطوا الدي اس كنبقاو نرجعوا للكيس نمبر ديالنا اللي كنت قلت لكم سابقا، وهو كنشوفوا الكيس نمبر ديالنا واش رقم صغير ولا رقم كبير. الا كان الكيس نمبر ديالك رقم صغير فانت غالبا غادي تدوز المقابله في الاشهر الاولى، وبما انك غادي تدوز المقابله في الاشهر الاولى فوق ما كتبقىك مثلا واحد 3 شهور ولا شهرين، خاصك تجمع دوك الوثائق ترسلهم لكينتاكي عن طريق هذا الايميل هذا اللي غادي تشوفوه هنايا، وكتصيفطهم عن طريق بي دي اف. بزاف الناس كيوليو يسولوا نفس السؤال، واش الوثائق غادي نصيفطهم مترجمين؟ للمره المئة كنحاول دائما نقولها وغنبقى نقولها، الوثائق ما كيترسلوش مترجمين، الوثائق كنترجموهم في النهار فاش كنمشيو للمقابله. اما الوثائق اللي كنصيفطوهم لاداره الهجره كينتاكي فانت كتصيفط كتجيبهم من المقاطعه كتصيفطهم كيف ما هما، بطبيعه الحال كتسكانيهم وكديرهم بي دي اف وكتسميهم ومن بعد كتصيفطهم. وهذا الموضوع ديال ارسال الوثائق وموضوع ديال تعبئه الدي اس 260 غادي ندير لهم فيديوهات مفرقين، باش هكا ان شاء الله غادي نحاولوا نفهموا البروسيس كامل، حيتاش الا جمعت كلشي في فيديو حتى واحد ما غيستافد، وغادي نطولوا الفيديو وغادي يكون شويه ممل. الدي اس ماشي سهله والوثائق حتى هما ماشي ساهلين، داكشي علاش بغيت ندير فيديو مفرق على كيفاش ارسال الوثائق فقط بالطريقه الجديده ديال 2021، وحتى الدي اس ان شاء الله ما بغيتش نتطرق لها حتى نوريكم الاسئله الجديده اللي ولات مؤخرا وتضافت في الدي اس، واللي منهم طبعا السوشيال ميديا وبعض الاسئله الاخرى. فاش كيكون رقم قريب في النشرات اللي كيخرجوا في الفيزا بولتان، كيف قلت سابقا الفيزا بولتان كتخرج كل شهر 8، فرقمك فاش كيقرب فانت في هذه الحاله خاصك ضروري تجمع الوثائق. وهذا البروسي الجديد اللي ولا مؤخرا في الوثائق اللي كنصيفطوهم لاداره الهجره، ومع التالي كاين عقد الازدياد، كاين حسن السيره بالنسبه للناس اللي فوق 16 عام، اما الا كانوا عندكم اطفال وكانوا تحت 16 عام فهما ما ملزمينش انهم يصيفطوا حسن السيره ديالهم. كاين السجل العسكري بالنسبه للناس اللي كانوا دوزوا الميليتير او خدموا في الجيش او في البوليس، فهذو كيكونوا دائما ملزمين انهم يصيفطوا السجل العسكري. كاين عقد الزواج بالنسبه للناس اللي كوبل، وهذه الخطوه هذه حتى هي من ضمن الخطوات الجداد اللي تصدفوا في 2021 او في اواخر 2020، حتى عقد الازدياد كيتصيفط مع هذه الوثائق هذو. فبطبيعه الحال غادي نرجع عاوتاني وغنذكركم ان هذه الوثائق كاملين اللي كتجيبهم وكتصيفطهم عن طريق الايميل فهما كيصيفطوا غير مترجمين، ما مترجمينش. من بعد ما كنصيفطوا هذه الوثائق هذه لاداره الهجره، تجي المرحله التاليه اللي الاهم واللي بزاف الناس كيتخلعوا منها اللي هي الميديكال، اللي هي الطبيب. هنايا فاش كتوصل الرقم ديالك في الفيزا
فيزيبل تان اللي هي كتخرج كل شهر وكيطلع الرقم ديالك وكتجيك الكونفيرميشن ديال ان الموعد ديال المقابله راه تحدد عن طريق رساله ديال الفوز. هنايا ضروري خاصك دير اول حاجه اللي هي انك تصوني على الطبيب. بالنسبه في المغرب كاينين ثلاثه الاطباء اللي معترفين بهم في القنصليه الامريكيه كيف كتشوفوها هما، وغتلقاو حتى السيت ديالهم في الديسكريبشن لتحت حالة مثلا بغيتو تزيدوا تواصلوا اكثر او بغيتو تعرفوا معلومات اكثر. كاين فوا كتختار الطبيب اللي بغيتي تمشي لعندو كتصوني عليه كتشد معاه موعد كينقصلك دائما 15 يوم من موعد المقابله. الطبيب غادي يسولك هاد الاسئله التاليه، يعني قبل ما تجي لعندو خاصك تجيب الباسبور، خاصك تجيب تصويره او صورتين، خاصك تجيب نسخه من موعد المقابله، وغتجيب حتى نسخه من الدي اس 260 للكونفيرميشن ديالها، وغادي تدي 2500 درهم. 2500 درهم بطبيعه الحال تقدر ما توصلش، تقدر توصل غير 2000 درهم ديبو على الخطوات اللي غادي نشرحهم في هذا الفيديو هذا. ودائما كنصح انه الانسان فاش يمشي للطبيب يدي واحد المبلغ اكثر، لربما ما تعرف شنو كاين تقدر تحتاج شي حاجه اكثر. فبالنسبه للمصاريف بطبيعه الحال ما غاديش نشرح لكم المصاريف ديال السجل العدلي اللي كيتجبد ب 10 دراهم وهذوك المسائل الاخرى، الاغلبيه كيتجبدوا فابور. لربما غادي نهضر على المصاريف ديال الطبيب اللي هي تتكون من البروسيس ديال القرعه اللي كيكون شويه طالع في الثمن ديالو. فهاد 2500 درهم فبطبيعه الحال فاش كتمشي عند الطبيب فما كتعطيش 2500 درهم، هاد 2500 درهم كتولي كتفرقها على بزاف د الحوايج. فاش كتطلع للطبيب كتعطيه الورق اللي عاد ذكرت لهم دابا، كتعطيه الباسبور ديالك، كيعطيك واحد البرا كيقول لك غادي تمشي للابوراتوار ديال الدم والبول حاشاكم، وكتمشي عاوتاني للابوراتوار ديال الصدر. بالنسبه للابوراتوار اللي غادي ياخذوا منكم الدم وغياخذوا منكم البول وغادي يشوفوا التحاليل غادي يطلبوا منكم 900 درهم. موراها من بعد ما كياخذوا لك واحد العينه من الدم تيقول لك حتى ترجع للبلاشيه، كتولي كتمشي في ديك الوقيته من بعد ما كتخرج كتمشي للابوراتوار ديال الصدر. الابوراتوار ديال الصدر الثمن ديالو هي 220 درهم. ودائما غنبقى ننصحكم في هذا الفيديو انكم فاش تمشيو لهاد القنصليه او الاطباء دائما خذ معك الصرف، ما تبقاش تاخذ الوراق الكبار، دائما خذ معك الصرف لانهم ما كيبغيوش يصرفوا كيقولوا لك تجيب ضروري الصرف. من بعد ما كدوز العشيه كترجع للابوراتوارات كيعطيوكم التحاليل كترجع للطبيب ديالك. الطبيب كيبقى يطرح بزاف ديال الاسئله، الاسئله اللي حتى واحد ما يقدر يعقل عليهم بطبيعه الحال، ولكن اسئله روتينيه ما عليك غير تجاوب بنعم او لا. اسئله مثلا واش فايت درتي نظر من قبل، واش فايت فتحتي، واش فايت درتي عمليه جراحيه، واش فايت مرتي جاك شي مرض في الكبده، واش فايت دائما كتجاوب بنعم ولا لا، اجراءات بسيطه ما كاينش علاش تخلعوا. من بعدها كيبقى يدق لك لي فاكسان، وهاد لي فاكسان بطبيعه الحال قبل ما كيدقهم لك انت اللي كتمشي تشريهم من الفارماسيان، وكل فاكسان كيكون كيتباع بثمن. الفاكسان غالبا المجموع ديالهم ما كيفوتش 660 درهم، تقدر تخلص غير 400 درهم الا قلتي له بلي انا راه جاتني بوشويكه في الصغر، حيت اون فوا فاش كتجيكم بوشويكه في الصغر فانت اصلا كتكون دقيتي هاد الابره ديالها ما كتحتاجش انك تولي دكها فاش كتوصل قدام الطبيب، وهكا كتدفع اقل من هذوك الناس اللي كيقولوا لهم باللي ما جاتناش بوشويكه لانهم كيضروا انهم يشريوا ليبره ديالها اللي كتكون هي غاليه وكتزيد توصل الفاتوره ل 660 درهم. من بعد ما كتشري لي فاكسان كترجع عند الطبيب كيبقى يدقهم لك، يدق لك وحده في الكتف، وحده في الكتف الاخر، وحده في الرجل، وحده في الرجل الاخرى الا كنتي غدك اربعه ديال ليبره. بالنسبه للناس العائلات اللي مزوجين وعندهم الاولاد فكل فرد من العائله غادي يكون كيدير نفس الحاجه، يعني غيولي كيخلص اربعه د المرات وما كاينش تخفيضات، يعني غتولي ملزم انك تدفع نفس الخلصه ليك ولمراتك ولوليداتك. من بعد ما كدوز هادشي هذا كامل بطبيعه الحال الا كانت الامور مزيانه وما فيكش شي امراض معديه او شي امراض اللي تقدر تمنعك من الهجره او من اخذ تاشيره كيعطيك الطبيب في الاخير الميل في الابيض، وبطبيعه الحال هذيك من احسن الحوايج اللي تقدر توقع لك لانك كتكون ستريسي وخا انت بطبيعه الحال صحي، لانه دائما كيجي داك الستريس وداك الوسواس اللي كنت ديجا كندوي. فمن بعد ما كيعطيك الميل في الابيض ديالك كيعطيك واحد السي دي معاه وكيعطيك واحد جوج يقول لك غادي تحلوا ان شاء الله في امريكا فاش وصل امريكا. لربما هذه الجمله بحد ذاتها كتعطيك واحد الاحساس ديال التفاؤل ايجابيه كتفرح، لانه اون فوا كيعطيك الميل فانت الحمد لله يعني سليم كل المئة. بزاف ديال الناس اللي كانوا ما عطاوهمش الميل كانوا دائما يا اما كيلقاوهم كيكميو الحشيش او بعض المخدرات الاخرى، او انهم كيلقاو مثلا عندهم شي كيشكوا انهم عندهم السل او عندهم شي مرض من الامراض المعديه اللي خاصها تبرع. من بعد ما كتاخذ الميل في الابيض ان شاء الله وغادي تاخذوه كامل ترجع للمرحله الاخرى اللي المرحله هي مهمه وهي ترجمه الوثائق. بطبيعه الحال من اهم الحوايج اللي غنصحك بهم وما تنساهمش وهو انك ضروري من بعد ما تشد الترجمه ديالك فيري فيها كامل، فيري في كل حرف وكل رقم وكل سميه وكل جمله كيكتبها لك. الا ما فيريفيتيش الوثائق ديالك وكان غير رقم زايد ولا رقم ناقص فبطبيعه الحال ما غيحاسبوش المترجم اللي هو بطبيعه الحال خاصك يكون محلل. كاينين المترجمين المحللين فين كيف كتشوفوا في الصوره وغتشوفوا اللين راه حطيته لكم في الديسكريبشن، خاصو ضروري يكون محلف وماشي اي مترجم. كاينين بزاف ديال المترجمين وفي كل مدينه كاين مترجم، الغالبيه ديال المترجمين كيترجموا ب 150 درهم من غير البعض اللي كاين فيهم كيبقى يترجم ب 100 درهم. غادي ننصحك انك تقراهم ثلاثه ديال المرات، خذ راحتك، هو براسو فاش غاديك الترجمه غيقول لك جلس وراجع، لانه عارف انه خطا واحد غتقدر طيح في اجراء اداري، لو طحتي في اجراء اداري وكان رقم كبير فبطبيعه الحال انت اللي غتجيبه في راسك. فمن الوثائق اللي خاصك تخرج وخاصك تديهم المقابله كاين شهاده العزوبه، كاين عقد الزواج بالنسبه للناس المزوجين، البكالوريا
اللي اهم حاجه الشواهد طبعا الا بغيتي تديهم من الاحسن تديهم الا كنتي مطلق ديجا وخا تكون انت مزوج وكنتي طلقتي في 2004 ولا اقدميه فمن الاحسن تجيب لهم عقد ديال الطلاق شهاده تبني بالنسبه للناس اللي تبناوهم فاش كانوا صغار عقد الازدياد حسن السيره السجل العدلي وجوج صور يكونوا 5 5 يعني 5 5 وبطبيعه الحال هاد الاوراق هادو كاملين اللي قلت لكم كيكونوا مترجمين من الاحسن حاول يكونوا مرتبين وضروري ما دير لهم فوتوكوبي في الملف ديال المقابله غادي تدي ملف نقي من الاحسن دي جوج ملفات ملف يكون فيه الوراق ديالك والملف الاخر يكون فيه لي كوبي ديالو كيكونوا اوراق اخرى اللي كيكونوا على الملف ديالك وكيكونوا حتى في يدك باش كتدخل حتى للمقابله القنصليه بالنسبه للمقابله والاسئله ديالها والبروسيس ديالها حتى هو غادي ندير له فيديو اخر ان شاء الله بالنسبه للاوراق اللي كيكونوا باقيين في يدك اباغ الملف ديالك اللي فيه الاوراق المترجمين اللي عدوينا فيهم كيكون مثلا الملف ديال الطبيب طبعا الملف ديال الطبيب عندك ثم عندك تفتحه فاش يعطي لك الطبيب ضروري غادي تخبعه وغديروا مع الملف اللي فيه الوراق كيكون في يدك الباسبور كيكون في يدك الورقه ديال الكونفيرميشن او المقابله طبيعه الحال قبل ما كتدخل القنصليه كيكونوا لي سيكوريتي ضروري كيسولوك على الكونفيرميشن المقابله واخا عندهم لا ليست ديال اسماء الناس اللي غيدوزوا المقابله كتكون في يدك التصويره ديال 5 5 باش كيشدوها حتى هما وزيد عليها الفيز اللي كتخلص في القنصليه اللي هي 330 دولار بالنسبه للجزائريين بالنسبه للمغاربه بالنسبه للتوانسه يعني جميع الدول فالفيز تقريبا نفس الفيز اللي هي 330 دولار وزيد عليها الورقه المهمه اللي هي الورقه ديال المستضيف واللي كتكون بطبيعه الحال فيها الاسم ديالو فيها العنوان ديالو فين ساكن وفيها الرقم الهاتفي ديالو وفي يوم المقابله فانت عندك الحق تختار اي لغه بغيتي تدوز بها المقابله سواء كانت العربيه او الفرنسيه او حتى الانجليزي ما كاينش فرق باش من لغه غادي تدوز كدوز باي لغه اختاريتي ثق في راسك داكشي ساهل جدا المقابلات ديال القرعه الامريكيه من اسهل المقابلات اللي كاينين طبيعه الحال عمرك تسمع للناس اللي يبقاو يخلعوك على المقابلات فالمقابله كتعتمد عليك وعن طريق الاجابه ديالك 3 ايام الاخر اللي كتكون قبل المقابله حاول ما امكن تبقى تجلس وتبقى تبريباري الملف ديالك بورقه بورقه باش هكا ما تكونش نسيتي شي حاجه وما تنساش الدعاء والرضا ديال الوالدين وصلاه الاستخاره وكون اكيد انه بما انك وصلتي بالملف ديالك وان الاوراق ديال كلشي ممكن بالبكالوريا ديالك فانت ان شاء الله يعني غادي تشد الفيزا وان شاء الله غيتحقق لك الحلم ديالك وغادي تجي ان شاء الله للبلاد السعيده قبل ما نسالي هذا الفيديو بغيت نشكر واحد الاخ اللي من المتابعين باش انه يسمم لي الانترو ديال الانستغرام كنشكرو بزاف لي الاسم ديالو الشيخ اسلام وان شاء الله اي سؤال حاول ما امكن تدخل المجموعه ديالنا اللي في الفيسبوك راه غتلقاها حتى هي في الديسكريبشن واي سؤال حاول ما امكن طرحو تما راه كاينين بزاف وكنكون حتى انا مره كنجاوب على جميع الاسئله ما تنساوش تتابعوني في الانستغرام الانستغرام كنحط فيه بزاف ديال الحوايج كنبقى نصادف الناس اللي هنا في ميريكان كيبقاو يزيدوا يعطيو معلومات اكثر وكيحكيو التجارب ديالهم وكيعاونوا حتى الناس على لادريس وبعض المعلومات الاخرى وتهلا لي بزاف راسك بزاف الحب ليك وما تنساش دير لايك 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 ثم لايك وبزاف الحب لك مرة أخرى أديوس